السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مساء بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس التربية المتميزة. نستكمل معا دروس مادة الرياضيات من خلال برنامج معا نستمر، ومع آخر دروس الفصل الثاني عشر وآخر دروس المنهج درس حجم المنشور الرباعي. ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعرف المنشور الرباعي، سنتعرف مفهوم الحجم، سنحل أمثلة وتمارين من خلالها سنجد حجم المنشور الرباعي. بداية، ما المنشور الرباعي؟ المنشور الرباعي هو شكل ثلاثي الأبعاد له ستة أوجه مستطيلة، ويكون له طول وعرض وارتفاع، اللي هو يا شباب إحنا كنا تعلمناه قبل ذلك بمسمى متوازي المستطيلات، وأيضا المكعب. يعني سواء متوازي المستطيلات أو المكعب كلاهما يسمى منشور رباعي. وهنا يا شباب نوضح أن المنشور الرباعي بيكون له طول وعرض. ركزوا معي في الوجه السفلي، إحنا عرفنا أن المتوازي المستطيلات أو المنشور الرباعي له ستة أوجه كلها مستطيلات، يعني ستة أوجه كلها عبارة عن مستطيلات. ركزوا معي كده في الوجه السفلي، الوجه اللي تحت اللي هي القاعدة، عبارة عن مستطيل. المستطيل له طول، هذا الطول وهذا العرض، يعني الطول المنشور وعرض المنشور يقصد به طول المستطيل اللي هو في القاعدة وعرض مستطيل القاعدة أيضا. طيب والارتفاع ماذا يقصد به؟ يقصد به ارتفاع المنشور اللي هو هذا الحرف يا شباب، الحرف الرأسي هذا، وأيضا هذا ارتفاع هو نفسه، وكذلك هذا ارتفاع أيضا، وكذلك الضلع اللي في الوجه الخلفي هذا أيضا ارتفاع. يعني الارتفاع يا شباب اللي هو ارتفاع المنشور، أما الطول والعرض فهما موجودان في القاعدة أو الوجه السفلي. تعالوا كده نذهب لنتعرف مفهوم الحجم وماذا يقصد بحجم المنشور الرباعي. الحجم هو مقدار الفراغ الذي يشغله مجسم ما. كيف ذلك؟ لو عندنا كوب وأردنا أن نملأ هذا الكوب بالماء، فكمية الماء التي تملأ هذا الكوب تسمى حجم هذا الكوب كما هو موضح. أيضا لو لدينا صندوق، وهذا هو المنشور الرباعي يا شباب، هذا هو درسنا اليوم، لو أردنا أن نملأ أو نعبئ هذا الصندوق بمجموعة من الكتب، فكمية الكتب الموجودة داخله تسمى حجم هذا المنشور أو حجم هذا الصندوق. الحجم هو مقدار الحيز كما وضحنا من خلال الفيديو، هو مقدار الحيز داخل شكل ثلاثي الأبعاد، ويقاس الحجم بالوحدات المكعبة. ما معنى الوحدات المكعبة؟ هذه وحدة مكعبة، هذه وحدتان مكعبتان، هذه تمثل أربع وحدات مكعبة. من وحدات الحجم الشائعة السنتيمتر المكعب والمتر المكعب، هذه وحدات الحجم يعني أكثر استخداما. طيب كيف نحسب حجم منشور رباعي؟ حجم المنشور الرباعي يساوي الطول لام مضروبا في العرض ضاد مضروبا في الارتفاع عين، أي أن حاء، حاء هي اختصار الحجم، تساوي لام ضرب ضاد ضرب عين. بكل بساطة الموضوع بسيط جدا يا شباب، لو لدينا منشور رباعي أو متوازي مستطيلات أو مكعب وأردت أن تحسب حجمه، نضرب الطول لام في العرض ضاد في الارتفاع عين، لام ضرب ضاد ضرب عين. تعالوا كده نذهب إلى التمارين. أوجد حجم المنشور الرباعي في الشكل المجاور. لو نظرنا إلى المنشور الرباعي وهو متوازي مستطيلات له طول، أين الطول؟ هذا هو الطول، كام؟ 30 متر. طيب والعرض؟ العرض هذا اللي هو 3 متر. طيب والارتفاع؟ هذا هو الارتفاع، كام الارتفاع؟ 11 متر. طيب تعالوا كده نكتب القانون الأول كما تعلمنا. قانون الحجم يساوي، الحجم يساوي لام ضرب ضاد ضرب عين. طيب هنا تعال نحدد كده على الرسم اللام، فين اللام؟ هذا اللام الطول. فين العرض؟ هذا هو العرض ضاد. فين الارتفاع؟ هذا هو الارتفاع. هنا يا شباب بنعوض بشكل مباشر. ازاي يعني نعوض؟ نكتب حاء تساوي اللام بكام؟ اللام ب 30. ابعد اللام من هنا واكتب مكانها 30 ضرب. الضاد بكام؟ الضاد ب 3. ابعد الضاد من هنا واكتب مكانها 3 ضرب. العين بكام؟ العين ب 11. ابعد العين واكتب 11. وبعدين نضرب الثلاث اعداد في بعض. ازاي نضرب؟ يمديني اضرب او ابدا باول عددين او اضرب اي عددين، يعني حتى اضرب الثاني في الثالث والناتج اللي يطلع اضربه في العدد الثالث. هنا شباب نضرب 30 في 3، طبعا نضع الصفر الاول هذا الصفر، ونضرب 3 في 3 بكام؟ ب 9، يعني 90. 90 ضرب كام؟ نضربها في العدد الثالث اللي هو 11. 90 ضرب 11. بنفس الطريقه حاء تساوي، نضع الصفر هنا، يتبقى 9 ضرب 11. 9 ضرب 11 كام؟ 99.
أي أن الحجم يساوي 990. طيب والوحدة؟ الوحدة هنا يا أستاذ متر، نكتب هنا متر ولا متر مربع ولا متر مكعب؟ متر مكعب، يعني متر يا شباب، ويكتب فوقها كده أس 3، يعني باقي ما درسنا الأسس طبعا، لكن تكتب ميم وفوقها 3 كده صغيرة، تنطق يا شباب متر مكعب. إن شاء الله سندرس الأسس هذه في الصف السادس، لكن بس يكفي أنك تعرف أن هي ميم تكتب فوقها 3 صغيرة وتنطق متر مكعب. هذه الوحدات يا شباب تستعمل لقياس الحجوم. درسنا أن في المساحات، المساحات تقاس بالوحدات المربعة، نقول متر مربع أو سنتيمتر مربع، أما في الحجوم نقول متر مكعب أو سنتيمتر مكعب. نذهب إلى تمرين آخر. أوجد حجم المنشور الرباعي في الشكل المجاور. ننظر للشكل المجاور، نجد أن طوله 4 وعرضه 4 وارتفاعه 4. ماذا يعني يا شباب إذا تساوى الطول مع العرض مع الارتفاع؟ يعني أن هذا الشكل مكعب، وهذا هو الفرق الوحيد بين متوازي المستطيلات وبين المكعب. المكعب جميع أبعاده متساوية أو جميع أحرفه متساوية، كل أحرفه متساوية. ليه؟ لأن أوجهه عبارة عن مربعات، ودرسنا برضو في المربعات أن المربعات جميع أضلاعها متطابقة، وبالتالي يا شباب المكعب جميع أحرفه متساوية، فنجد أن الطول هو نفس العرض هو نفس الارتفاع. نفس القانون أيضا، ح يساوي لام ضرب ضاد ضرب عين، طبعا كلها 4، نعوض على طول، نبعد اللام ونحط 4، ونبعد الضاد ونحط 4، ونبعد العين ونحط 4. طيب ونضرب، نضرب أول عددين، 4 في 4 كام؟ ب 16. الناتج اللي يطلع نضربه في 4، 16 في 4 64، يعني 4 في 6 ب 24، 4 في اليد 2، 4 في 1 ب 4 بنزيد عليها 2 تصير 6، يعني 64. طيب الوحدة هنا يا أستاذ؟ الوحدة سنتيمتر، نكتب سنتيمتر؟ لا، سنتيمتر مكعب، سنتيمتر فوقها 3 وتنطق إيه يا شباب؟ سنتيمتر مكعب، أي أن حجم هذا المكعب 64 سنتيمتر مكعب. نذهب إلى تمرين أخير. أوجد حجم غرفة بالوحدات المكعبة، طولها 13 متر وارتفاعها 10 متر وعرضها 11 متر. طيب هو ضروري يكون عندي رسم؟ لا، مش ضروري يكون الشكل مرسوم، خلاص أنا محتاج للأبعاد الثلاثة اللي هي الطول والعرض والارتفاع. هو ذكرها في المسألة، قال إن الطول ب 13 والارتفاع ب 10 والعرض ب 11، يعني الطول هنا ممكن نكتب كده لام تساوي 13 متر وضاد تساوي 10 متر والارتفاع عين يساوي 11 متر، ونكتب القانون ح تساوي لام ضرب ضاد ضرب عين. طب أنت ليه يا أستاذ استعملت القانون ده وهو ما ذكر إن هو منشور رباعي؟ طبعا يا شباب إحنا عارفين إن الغرفة هي في شكل منشور رباعي أو شكل متوازي المستطيلات، وإن تساوت أبعادها تكون في شكل مكعب. نعوض، ح تساوي، نبعد اللام ونحط كام؟ اللام ب 13 ضرب، نبعد ضاد ونحط كام؟ ضاد ب 10 ضرب عين، نبعد العين ونحط كام؟ نحط 11. طيب ح تساوي، نضرب أول عددين، 13 ضرب 10 نضع الصفر، 13 ضرب 1 ب 13 يعني 130، ضرب كام؟ ضرب 11. طيب إزاي نضرب؟ هنا نضع الصفر. طيب يتبقى 13 ضرب 11، وتعلمنا يا شباب طالما بضرب رقمين في رقمين ما ينفع اضربها بشكل افقي، لازم اسويها بشكل رأسي كده. هنا 13 ضرب 11، 1 في 3 ب 3، 1 في 1 ب 1، ننزل تحت نحط زائد وصفر، بعدين 1 في 3 ب 3، 1 في 1 ب 1، ونجمع 3 زائد 0 3، 1 زائد 3 4، والواحد ينزل يعني 143. طبعا الصفر كتبناه 143، يعني الناتج 1430. طيب الوحدة يا أستاذ، الوحدة هنا متر، نكتب متر مكعب، أي أن حجم هذه الغرفة 1430 متر مكعب، هذا هو حجم الغرفة. كده شباب نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، درس حجم المنشور الرباعي. عرفنا أن المنشور الرباعي إما أن يكون متوازي المستطيلات أو يكون مكعب. الفرق بين الحالتين أن المكعب بتكون جميع أبعاده متساوية، الطول هو نفس العرض هو نفس الارتفاع، يعني مثلا 4 4 4، اما متوازي المستطيلات نجد اختلاف في الاطوال. في كلا الحالتين بنستعمل القانون الحجم، الحجم يساوي لام ضرب ضاد ضرب عين، وبنعوض تعويض مباشر وبنصل للحجم. تعلمنا ايضا ان الحجم بيقاس بالوحدات المكعبه، واشهر الوحدات سنتيمتر مكعب ومتر مكعب. بكده يا شباب وصلنا لنهايه درس اليوم ونهايه دروس الفصل الثاني عشر ودروس منهج ماده الرياضيات.
أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله إذا أتيحت فرصة نلتقي مع دروس قادمة نراجع من خلالها دروس مادة الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.